ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا ضيف تاني، ضيف هيتكلم عن الوسيلة التعليمية للطفل. وأنا سبق قبل كده قلت إن أنا حضرت مؤتمرات كتير للأطفال واتكلمت عن الوسائل التعليمية المبتكرة، أهمية الوسيلة التعليمية في توصيل المعلومة للطفل. ضيفنا اسمه الأستاذ حسام عبد العزيز من كفر الشيخ، مدرب ومدير الأكاديمية المتميزون للتدريب والتعليم والتطوير. ان شاء الله معاه بعض الوسائل التعليميه هيقدمها لكم وهيقول لكم ازاي نوصل المعلومه للطفل واهميتها. وتفضل يا استاذ حسام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم حسام عبد العزيز، مدرب الوسائل التعليميه والالعاب الحركيه وتنميه المهارات الخاصه برياض الاطفال من محافظه كفر الشيخ. اعمل طبعا في مجال رياض الاطفال منذ 2006. طبعا عضو في اكاديميه المتميزون للتدريب والتعليم والتطوير. طبعا بفضل الله هذا المجال، مجال رياض الاطفال، طبعا اعمل فيه من 2006. فبدات الفكره، فكره الوسائل التعليميه، بان الحضانات شغالين في اغلب الحضانات اللي شفناها. طبعا انا مشرف على مستوى الجمهوريه في اغلب حضانات، تمام. فطبعا لقيت الفكره ان الحضانات اغلبها شغاله تعليم بحت، تعليم صرف. فقلت قلنا طب ليه نتعلم، نخلي الطفل يتعلم عن طريق التعليم الجاف او التعليم التلقيني؟ لا، عايزين نعمل فكره جديده، فكره الوسائل التعليميه، ان نعمل وسيله للطفل نعلم الطفل من خلالها. واثبتت الدراسات ان من افضل اساليب التعلم الحديثه التعلم عن طريق الحواس. تمام. حواس الطفل الخمسه اللي هي حاسه السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. فبدأنا نعمل وسائل تعليمية كتيرة جدا. فطبعا بدأت أجمع مادة تعليمية بفضل الله. المادة دي تتكون من شقين، شق نظري وشق عملي. فالشق النظري بالنسبة لنا الوسائل التعليمية، شق النظري بيتكلم عن أهمية الوسائل التعليمية. ما هي الوسائل التعليمية؟ وسيلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أدوات، عبارة عن خامات، عبارة عن آلات المعلمة بتستخدمها أو المعلم بيستخدمها في توصيل المعلومة للطفل، ودي بتسهل عملية التعليمية للطفل. وطبعا الطفل، احنا دايما لما اجي اعمل اي حاجة مع الطفل عايز استخدم وسيلة. الوسيلة بتسرع المفهوم عند الطفل وبتخلي الطفل بتنمى عنده بعض المدارك، بتنمى عنده بعض المهارات زي الادراك، زي دقة الملاحظة، زي السرعة، زي التخيل، الى غير ذلك. تمام. فبدأت اجمع المادة بفضل الله. المادة عبارة عن شق نظري وشق عملي. اما الشق النظري بنتكلم فيه عن مفهوم الوسائل التعليمية، أنواع الوسائل التعليمية زي وسائل سمعية، وسائل بصرية، وسائل حركية، وسائل سمعية بصرية. اتكلمنا برضو فيها في المحور النظري عن أهمية الوسائل التعليمية، أنواع الوسائل التعليمية، أهداف الوسائل التعليمية، الخامات المستخدمة في أي صنع وسيلة. لما أجي أعمل أي وسيلة لازم يكون في عندي خامات وفي عندي أدوات بشتغل بيها. طيب عندي بعد كده أسس اختيار الوسيلة. لما أجي أعمل وسيلة هختارها ازاي واعملها على اسس وضوابط علميه. طب عندي كمان ايه هي القواعد العامه التي تراعى عند استخدام الوسيله. لما اجي استخدم الوسيله بستخدمها ازاي مع الطفل. أيوة. كل ده المحور النظري. برضو دخلنا في التعلم باللعب. تمام. التعلم باللعب معانا انواعه واهميته. وانواع الالعاب التربويه، كل ده معانا في التعلم باللعب. عندنا برضو نظره الاسلام في اللعب. وفي ايه اوقفتني الايه دي في سوره يوسف. تمام. لما إخوة يوسف طلبوا من أبيهم قالوا يا أبانا أرسله معنا، طلبوا سيدنا يوسف. تمام. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. التفسير في تفسير الآية، العلماء يقولون أن إخوة يوسف طلبوا من أبيهم وقالوا لو لم يعلموا إخوة يوسف أن من خصائص مرحلة الطفولة حب الطفل للعب، ما كان يخطر ببالهم ان يطلبوا من سيدنا يوسف، من سيدنا يعقوب. أي. ان يرسل معهم يوسف. تمام. فوافق سيدنا يعقوب لان من خصائص مرحله الطفوله حب الطفل للعب. تمام. مش عايزين نمسك الطفل طول النهار، نقعد طول النهار نعلمه عن طريق التلقين فقط، نقعد نحفظ فيه ونشحن فيه. لا، احنا محتاجين الطفل فعلا يتعلم عن طريق حواسه. عايز افتح مدارك الطفل. عايز اخلي الطفل بالنسبه لي انا مش عباره عن كمبيوتر بقعد اشحن فيه واقعد املى فيه الهارد بتاعه. لا، انا عايز الطفل يبقى فاهم هو بيتعامل ازاي في الوسائل التعليميه. الشق الثاني بالنسبه لنا الشق العملي. ايوه. العمل ده بقى ان احنا بدانا ازاي نصنع الوسيله. طيب اي حد ممكن يصنع وسيله. صح. تمام. لكن مش اي حد ممكن يستخدم الوسيله.
تمام. فمهم جدا ان انا هبدا اعلم المعلمه ازاي تصنعي وسيله. اللي هي بعد كده تيجي الاستراتيجيه بقى. استراتيجيه التعلم والنشر بقى. تقديم الوسيله والمعلومه للطفل، لان اهم من الوسيله الاستراتيجيه اللي بتستخدمها. ما هو ممكن وبالذات روح المرح، انت لو انت روحك مرحه هتخلي الطفل يحبك وبالتالي شهور هيتعلم منك، اما لو كنت صرف اللفظ يعني كاظم ومكشر وكده، لا الطفل ولا هيستجيب نهائي، نيفر نيفر. تمام. هو طبعا المعلمه لازم تتميز طبعا من صفاتها المرح مع الاطفال. تمام. تمام. ولازم تنزل لمستوى الاطفال. ربنا مزبوط. بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ليه؟ ليبين لهم. فالاصل في الرساله التبيين. تمام. ان انا انزل لمستوى الطفل، الطفل محتاج ايه؟ تمام. الطفل بيفكر في ايه؟ تمام. فلازم كل معلمه تبص في الطفل، الطفل ده محتاج ايه؟ بيفكر في ايه؟ ايه الوسيله اللي انا ممكن استخدمها مع الطفل ان انا ازاي انمي بيها المهاره دي؟ تمام. فبدانا نقسم الوسائل الى عده محاور. طيب. وسائل عندنا وسائل تعليميه. حلو. في العربي والحساب والانجليزي. تمام. عندنا وسائل تربويه اللي هي السلوكيات. حلو. عندنا وسائل انشطه عامه، العلوم. بدانا نعمل الوسائل دي كلها، بدانا نعمل برنامج يومي في الوسائل التعليميه. طيب. المعلمه ازاي تقسم الحصه وتشتغل ازاي داخل الفصل مع الطفل عن طريق الوسيله. تمام. تمام. وبفضل الله عز وجل بدا هذا المنهج طبق في عده محافظات من محافظات مصر. وبدأنا نشتغل خارج مصر عن طريق الأونلاين، وبدأنا نطبق هذا المنهج مع الأطفال داخل الحضانات، داخل المدارس الخاصة، رياض الأطفال، حتى المعلمات أو الأمهات داخل بيوتهم مع أطفالهم. فسريعا كده هعرض عليهم بعض الوسائل اللي تم صنعها. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. اتفضل يا فندم. علشان طبعا أي معلمة شغالة عشان تعرف أي وسيلة لازم تعرف عنها خمس حاجات. أول حاجة لازم تعرف عنها إيه هي اسم الوسيلة. فطبيعي جدا في بعض الناس ممكن تقلد، تجيب وسيله وتعمل زيها والطفل يشتغل بيها. لا، احنا عايزين المعلمه هي اللي تصنع بايديها الوسيله. حلو. من خامات البيئه، او ممكن تكون من خامات مهم يعني جدا ده، وده من اهم الحاجه. ان انا بتكلم فيها. أيوه. ان انا عايز فعلا الحضانات اللي شغاله لا ترهق نفسها ماديا. أيوه. او حتى الام اللي بتعلم اطفالها لا ترهق نفسها ماديا يشتروا خامات غاليه. ولكن من ادوات البيئه المحيطه بينا. يعني حتى لو معاك ورقه في البيت ما ترميهاش، ممكن تستخدمها كوسيله. مزبوط. لو معاك كرتونه في البيت ما ترميهاش، ممكن تعملها كوسيله. أيوه. تمام. فالوسائل كتيره جدا جدا. واي وسيله، حتى القصه وسيله. طب ايه رايك يا استاذ حسام لو قلنا ان الطفل يشاركك في صنع الوسيله؟ ده من ضمن البرامج اللي برضه بنعملها. بنعمل مثلا يوم في الاسبوع. بنعمل مثلا يوم انشطه عامه. تمام. الطفل معاه مقص صغير، المقص ده مشرشر، ده بلاستيك عشان طبعا الطفل ما يتعورش، يكون امان طبعا طبيعي يعني. وبعدين معايا ورق. أيوة. اللي هو الكنسون او ورق لوح. ايوه. وابدا اخلي الطفل نفسه في اطفال ممكن يحط رسمه هو اللي يقصها بنفسه. حلو. فانا كده بنمي عنده التخيل والمهاره الرسم ومهاره الايه القص واللزق. أيوة. تمام. طيب. عندي ممكن اقول للطفل ايه، ممكن نرسم حرف الالف ونيجي نقصه مع بعض. حلو. تمام. ابدا اخلي الطفل يتعلم الجيرس، يفتح يعني الطفل ممكن يقص الحاجه اللي هو هيتعلم من خلالها. يعني مثلا النهارده عنده حرف ايه؟ عنده حرف الباء مثلا. تمام. طب حرف الباء ده الطفل مهما تحفظه طول النهار على حرف الباء، باء 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 باء، مش هيحفظه، ممكن ينساه. صح. فحتى العلماء يقولون ان الذاكره السمعيه. تمام. الطفل بيحفظ منها من 15 ل 20%. مظبوط. فممكن الطفل اساسا لو انت قلت له 100 كلمه. أي. هيحفظ منها 15 و85 ضايعين. ماشي. لا، انا عايز ادخل بقى وسائل السمعيه مع البصريه مع اللمس. حلو. يبقى الطفل شاف وسمع ولمس بايديه. تمام. فبالتالي ان المعلومه هتوصل عنده بدرجه 95%، ما يقدرش ينساها ابدا. بالظبط. تمام. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي المعلمه تتعلم ازاي تكون شغاله في الوسائل التعليميه وهي بفضل الله فاهمه يعني ايه وسائل. طيب. اول حاجه لازم المعلمه تعرفها، مهم جدا. تمام. مهم جدا. ايه هي اول حاجه؟ اول حاجه تعرف هي اسم الوسيله. ومعانا وسيله اهي. ماشي. مثلا. أيوة. مثال بسيط. أيوة. دي وسيله اسمها وسيله العداد.
خيلنا الرسمه فعملناها عن طريق ايه؟ كرتونه وورقه لوحه، وبدانا نرسم الرسمه ديت ونقسم بعض الحاجات ونلزقها. ده عندنا ده البحر. تمام. البحر بيطلع بخار. بخار. حلو. البخار بيتكون فين؟ سحب. بيتكون سحب. السحب. تمام. ودي ايه؟ الشمس. طبعا الشمس في الاول بتعمل ايه؟ بتنزل اشعتها على الميه بتاعت البحر، وبعد كده البخار بيطلع فوق يكون في السحب، يكون ميه في السحابه. تمام. تبدا الميه الامطار تنزل على الجبال وعلى السيول وعلى الايه؟ على البحار. عارفه ليه عمليه نزول دوره المياه؟ الميه جت ازاي بقى؟ يبقى اشعه الشمس نزلت على الايه؟ على البحر. في اغنيه اسمها اصحي يا شمس بدري خلي البحر يغلي يطلع منه بخار يبقى سحاب طيار يتخانق ويا زميله يجبس الخير والسعد يجر برد والرعد. ممتاز جدا. ده برضو من افضل الاساليب من ضمن التعلم برضو بالنشيد والاغنيه مع الاطفال. يعني ممكن الوسائل زي مثلا زي ديت، انا ممكن انا قدام الطفل شايفها ودي جميله جدا ممكن اغنيها له بحضرتك باسلوب حضرتك كده. تمام. دي الوسيله الثانيه اللي هي ايه؟ دوره المياه. طيب عند الوسيله اللي بعدها وسيله جميله جدا، اشكال الحروف اللي هي مواضع الحروف. مواضع الحروف عندنا كل حرف ليه مواضع، فاول الكلمه وسط الكلمه واخر الكلمه. مزبوط. طيب دلوقتي انا عايز الطفل يتعلم مواضع الحروف، بدل ما اقعد اقول له طول النهار في وسط الكلمه اسمه ايه؟ طب شكله ايه؟ طب ده في اخر الكلمه شكله ايه؟ لا، انا عملت حركه جميله جدا، جبت وسيله عباره عن عصا شطوق وده خفض اللسان، وجبت عباره عن ورق فوم اهوت وقصيته وعملت هنا حرف الهاء اهوت لزقته هنا وهنا حرف الهاء. ايوه. تمام. باشكاله المختلفه. حلو. فانا اقول للطفل ده اسمه ايه؟ يقول لي هاء. ده اسمه ايه؟ هاء. ده اسمه ايه؟ هاء. ده اسمه ايه؟ هاء. ده اسمه ايه؟ هاء. بس في اول الكلمه وفي نص الكلمه هو الطفل خلاص بقى هو عرف الشكل. انا ممكن مش شرط اقول له في اول نص وسط واخر الكلمه، بس الفكره ان الطفل عارف دلوقتي الحرف باشكاله بدون ما انا اقول له في اول وسط واخر الكلمه. عارف تمام؟ اشكاله. تمام. بطريقه غير مباشره. اي بس عرفه. طبعا عرفه على طول. طيب عندنا وسيله تعليميه ثانيه في الحركات. أيوه. طيب وسيله جميله جدا، عايز الطفل يتعلم فتحه وكسره وضمه. تمام. فعلمت له وسيله عن طريق حرف التي. ايوه. ادي مثلا حرف ايه ده؟ تي. حرف ده حرف التي شكلي. تمام. طب عملت له هنا حرف كتبته له، حرف ايه ده؟ جيم. حرف الجيم. مم. طيب الجيم عليه ايه؟ فتحه. فتحه بقى اسمه ايه؟ جاء. جاء. طيب الجيم عليه ايه؟ واو. ضمه. ضمه. تبقى عليه ضمه بقى اسمه ايه؟ جو. جو. طيب الجيم تحتيه ايه؟ كسره. بقى اسمه ايه؟ جي. جي. تمام. يبقى انا معلم الطفل الحركات عن طريق حرف التي. وفي حركات بنستعملها هنا، الفتحه بتبقى فوق كده دي كلها كده. تمام. كل ديت وسائل بنستخدمها، عايزين الطفل يتعلم ازاي يبقى فاهم يعني ايه حركه، يعني ايه الدرس نفسه. عايز اوصله الطفل باسلوب مرح، باسلوب سهل. أيوه. باسلوب الطفل يحبه. صح. وده مهم جدا، لازم توصلي الطفل بيفكر في ايه. صح. طيب عندنا الوسيله اللي بعدها برضو دي عباره عن وسائل. احنا جمعنا ماده في الوسائل التعليميه عباره عن بفضل الله 200 وسيله. حلو. فاكثر. تمام. عملنا وسيله برضو تربويه. ايوه. ممتازه ما شاء الله. وسيله اسمها مرياله تربوي، اسمها مرياله تربوي. طيب المرياله دي عباره عن ايه؟ عباره عن جوخ. ايوه. الجوخ اهوت وعملنا شكل مرياله المطبخ. تمام. وهنا علاها هي طبعا المعلمه بتربطها. أيوه. في رقبتها كده. وده سكوتش. وده طبعا معايا هنا تتركب ده الجوخ. رسمت الرسمه، انا طبعا تخيلت القصه اللي انا هحكيها. حلو. فانا رسمتها هنا. تمام. القصه عباره عن ايه؟ في يوم من الايام وانا بحكيها طبعا بقى شايله لابسه المرياله وبحكي للاطفال، والاطفال مستمتعين معايا لانهم مشاهدين القصه قدامهم. ابدا اقول ايه؟ وهي انا عايزه اقول ان زي ما قلنا المرح والالوان كمان لما بتكون جذابه او اتراكتيف بتخلي الطفل بينتبه لك وبينصت وبيستمع وبيتعلم. ممتاز جدا. تمام. في يوم من الايام الشمس طالعه وجميله والسحاب نقي وجميل والعصافير بتطير وبتصوصو والفراشات. في يوم من الايام ارنوب طلب من امه. ارنوب. تمام. ده عندها ارنوب ودي مين؟ ام ارنوب. مامت. دي مامته. أيوه. تمام. ارنوب طلب من امه، قال لها يا امي لو سمحتي ممكن اروح العب مع اصحابي؟ تمام. فطبعا الام هتقول له ايه؟ ماشي يا ارنوب العب مع اصحابك، بس ايه يا ارنوب؟ ما تتاخرش يا ارنوب عن ساعة. تمام. تمام. هينزل يلعب ساعة، ما تغيبش يا أرنوب. فطبعا أرنوب قال لها حاضر يا أمي، حاضر يا أمي. طبعا أرنوب مبسوط جدا وهينزل يلعب مع إيه؟ مع أصحابه. تمام. هنلعب النهارده مع أصحابي. هي هي. ويبدأ يخش فين بقى؟ طبعا أنا باخد الصورة ببدأ إن أنا الحرف شكل مجسم أهو. ببدأ إن أنا أمشي الصورة على الحديقة. تمام. اللي الطفل هيلعب فيها. حلو. تمام. هيخش الحديقة. الله. طبعا هيلاقي فيه إيه؟ في ورود وفي ازهار جميله جدا، والطفل يقول لك ايه ازيك يا اصحابي عاملين ايه؟ أيوة. انا ممكن العب معاكم. طبعا ارنوب هيقول لهم ممكن العب معاكم، يستاذن الاول انه يلعب. جميل جميل. ارنوب طبعا قاعد هنا فين؟ قاعد في الحديقه. حلو. وبدا يلعب مع زمايله. حلو. ويتمرجح ويتزحلق. فطبعا ارنوب هو قاعد مع زمايله
افتكر الميعاد اللي امه قالت له عليه ما تغيبش عن ايه؟ عن ساعه. تمام. فطبعا ايوب تذكر قال الله ده امي قالت لي ما تغيبش عن ساعه، فزمان طب العب معانا شويه. قال لهم لا انا امي وعدتها ان ما اتاخرش عن ساعه. فطبعا ايوب بيلعب مع زمايله وساب بسرعه زمايله وطلع فين؟ طلع جري 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 بسرعه البيت بيت ودخل وخبط على الباب قال لها يا امي انا اسف جدا جدا يا امي ان انا اتاخرت معلش والله انا نسيت الفعل عن الميعاد. قالت له يا ارنوب مش انا قلت لك ما تغيبش عن ساعه يا ارنوب؟ قال لها يا امي انا اسف جدا ومش هكرر الخطا ده تاني وان شاء الله هبقى عند حسن ظنك. طبعا الطفل دي عباره عن حكايه تمام. المعلمه بتحكيها بس لازم المعلمه بتحكي القصه لازم تكون عايشه الدور. حلو. تمام؟ تمام. عشان كده برضو عملنا ان القصه لها شروط معينه من شروطها انك تحس الطفل بالايه بالدراما بتاعت القصه نفسها. تمام. تمام. فيبدا المعلمه تسامحه بقى. طب نطلع الهدف، الام تسامح ارنوب. أيوه. عايزين نطلع الهدف بقى من القصه دي. أيوه. في هدف معين. هدف ايه؟ الهدف اولا الطفل ما ينزلش المساز من امه. تمام. اتنين ان يروح يلعب مع اصحابه ويستاذنهم يلعب معاهم. ثلاثة ان الطفل ما يخلفش وعده مع امه في الميعاد اللي قالت له عليه. تمام. أربعة ان الطفل حتى جه متاخر واعتذر امه ايه تسامحه. نعلمه المسامحه بقى هنا. فدي مهمه جدا 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 ولازم كل ام نعلمها الكلام ده. الحاجات دي يا جماعه مش للاطفال بس في الحضانات، ده حتى لكل ام في البيت. لازم تسامحي اطفالك لو اعتذروا علشان ما تعودش الطفل انه يكذب عليك. ايوه الاعتذار يعني حاجه جميله جدا ممتاز جدا وتعليم الطفل يعتذر لو اخطا. طيب عندنا وسيله جميله ثانيه برضو في اللغه الانجليزيه وان شاء الله اخر وسيله معانا. الوسائل معانا كتيره جدا 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 ولكن الوقت لا يسع في عرض كل الوسائل. ده اسمه الكتاب بتاعنا ده كتاب عباره عن اسمه حروف ساكنه متحركه ساكن ساكن متحرك ساكن. تمام. كونسونانس فاولز كونسونانس. تمام. طيب انا عندي اهوت الوسيله دي كتاب. هنا حروف كامله انجليزي. عملناها ازاي؟ جبنا كرتونه وعملنا الفوم ولزقناه وجبنا هنا سكوتش. ايوه. وعملنا هنا الجوخ وكل حرف طبعا اهوت كل حرف عباره عن الجوخ بتاعي عليه الحرف بتاعي وابدا احط الحرف فين؟ هنا زي ما هو كده. وهنا طبعا عندي الحروف كامله هنا. طيب عندي هنا ايوه عندي هنا الحروف مقطع ثنائي عباره عن حرف متحرك وساكن. طب ايه الحروف المتحركه اللي هي الفاولز؟ الاي والاي والاو والاي واليو. تمام. تمام. طيب ممتاز جدا. طب انا عندي هنا تحت عملت نظام سبوره. تمام. سبوره الطفل ممكن يكتب فيها والسكوتش الطفل ممكن يجمع فيها الايه؟ يجمع فيها الكلمه. مظبوط. فهنا ممكن اكتب له كلمه بالقلم السبوره وطبعا بعمل هنا نظام سبوره مسح كتابه ومسح تاني واكتب بورد. بقلم سبوره البورد. تمام. هكتب مثلا كلمه كات مثلا. تمام. كات هنا الطفل يدور على السي سي سي اهيت السي ويحط فين؟ على السبوره السي اهيت. تمام. والاي والتي كات اهو اي تي بقى اسمه ايه؟ كات. طيب الطفل عمل ايه؟ الطفل الكلمه كتبت. تمام. وشافها وبدا يجمع الحرف بتاعها. الصور يا استاذ. تمام. تمام. طبعا الصور ممكن كمان فكره ثانيه انه يعمل جيب هنا في صوره في صوره الايه الشكل نفسه. اعمل مثلا قطه اقول اسمها ايه قطه. طب ممكن تجمع الحروف بتاعتها وتقراها. ايوه. وهكذا ممكن نثبت مقطع ونغير فين في الحرف الاولاني. أيوه. كات هنثبت الاي والتي. تمام. ونقول فات رات. ايوه. مات وهكذا. أيوة. تمام. كل حرف بيتحط مكان التاني. ايه الكلمه بتاعته. حلو جميل. تمام. أوه. ده بالنسبه للايه للوسائل التعليميه. في عندنا وسائل كتيره جدا جدا ولكن هذا من الجهد المقل وطبعا عشان طبعا الوقت الحلقه انتهى معانا ولكن ان شاء الله باذن الله نعدكم بكل ما هو جديد وفي النهايه ان شاء الله باذن الله تعالى ترقبوا معانا قريبا مع فريق اكاديميه المتميزون ان شاء الله بحلقة خاصة مع فريق الأكاديمية كامل بإذن الله تعالى. إن شاء الله سوف نعلن قريبا عن هذا الموعد بإذن الله إن شاء الله. بنتوجه بالشكر للأستاذ عبد العزيز حسام عبد العزيز. حسام عبد العزيز متشكرين جدا. أنا بس يعني سرحت في كلامك ولأن معلمة رياضة أطفال أنا عارفة الحديث بيبقى يعني شيق جدا وجميل وبنبقى وبصراحة مش عايزين يعني نبطل كلام عن الطفل وعن الوسائل وعن الاستراتيجيات وعن الإبداع وعن الابتكار لكن للأسف وقتنا خلص. متشكرين جدا يا أستاذ حسام عبد العزيز. أنا عايزة أقول حاجة إن أنا بتوجه بالشكر الأول لمدير المتابعة بتاعي الأستاذ عبد العزيز جوهر راجل محترم جدا وبيشجعني. عايزة أتوجه بالشكر لمدير مدرسة الأستاذ أحمد السقا وهيئة التدريس كلهم ناس محترمين ومدرسة محترمة. عايزة أتوجه بالشكر لمدير الإدارة الدكتور سعيد الزقزوق. عايزة أتوجه بالشكر لموجهات رياض أطفالي. عايزة أتوجه بالشكر لكبير مكتب معالي وزير وكيل الوزارة الأستاذ عصام فايد. عايزة أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور
صالح عبيد رئيس كلية التربية، للمحافظ هشام أمنة، لكل بصراحة الناس المخلصين الوطنيين اللي بيحبوا مصر. ويا رب إن شاء الله بعد أزمة الكورونا ما تنتهي بإذن الله يبقى التعليم نمبر 1 في مصر، في العالم كله، يبقى A1 بجد. لأن أنا نفسي فعلا يعني لما بيقولوا الرئيس ومش الرئيس بقول لهم مبارك مسك البلد 30 سنة، كنا للأسف في ترتيب التعليم كنا قبل الدولة الأخيرة في العالم. أتمنى من الله في عهدك يا ريس يا سيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نبقى نكون A1 على العالم كله، ونعرف مصر، نعرف العالم كله ان مصر ام الدنيا ومصر قد الدنيا ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون يعني سعادتكم. انا كان معايا ضيوف محترمين جدا وضيوف كرام، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم. بتوجه بالشكر لكل اهل بلدي، لكل فريق العمل، لكل الناس اللي تابعوني وشاهدوني وبيشجعوني وبيأيدوني. ومصر بخير وهتفضل بخير، وربنا يحفظ مصر ورئيسها وشعبها. وبتوجه بالشكر لشرطة مصر وجيش مصر، وربنا يجعلها دايما يدوم عليها الامن والامان. يكفي ان انا لما كل بمشي في مكان، كل ما بمشي في مكان بيقولوا ان مصر فيها امن وامان، وربنا يديمها عليهم. وربنا وكمل يا ريس، ربنا معاك، كمل يا ريس، ربنا معاك في طريق التطوير والتنمية والابداع باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.